اكس راي بتاعت العيان ده عنده 40 years وبين الاوستيوليتيك ليجن في البروكسيمال تيبيا زي ما انتم شايفين واصلين لغايه السبكوندرال بون. لو بصينا على الام ار اي الاكسيال فيو هنبص نلاقي ان هي واخده البوستيريور بارت اوف ذا تيبيا والبوستروميديال اسبيكت، ومهم قوي الاكسيال كاتس عشان يقول لنا اللوكيشن بتاعها بحيث ان احنا نحدد which approach we are going to use. في الحالة دي هنستخدم البوستروميديال approach. الكورونال كات بقى ميزتها ان هي تورينا كمان الـ relationship للسبكوندرال بون، وان هي يدوب تاتشين السبكوندرال بون واصلة لغاية البوستروميديال كورتكس. الساجيتال كات بنقيس عليها الاكستنت بتاع التيومر وقد ايه كام سنتيمتر من الجوينت لاين، فاحنا هنا لو بصينا هنلاقي ان هي 5 سنتيمتر من الجوينت لاين، وبالتالي لما نيجي نفتح ويندو هنبقى عاملين حسابنا ان الويندو يكسبوز ذا هول ليجن. احنا بنحط التورنيكي لكن التورنيكي بيبقى من غير تعطيل، نلف التورنيكي ونرفع رجل قبل العملية بدقيقتين. ممكن نعمل ميلتين كده علشان خاطر نقلل القيمة والمبلغ. هو علشان خاطر الليجن بوستروميديال فاحنا هنعمله وهو العيان نايم سوباين، وبعدين نخش ثرو باست ميديا ابروتش. ممكن ان احنا نجيب فوطه يا ياسمين نحط دي كده نسند الرجل عشان ما يبقاش في اي ستريس رايزز، ممكن الرجل تتكسر ويبقى نقدر نخش دايركتلي على الباست ميديا ابروتش بتاع الفيديو. بندور على الجوينت لاين واحنا قايسين على الام ار اي ان هي 5 سنتيمتر هي اللونجيتيون length of the lesion، وبالتالي نقيس بالمسطرة عشان نعرف هنفتح incision قد ايه، لا يبقى قليل ولا يبقى كتير. نحط على الجوينت لاين يعني هي دي ال 5 سنتيمتر، احنا نفتح مثلا up to 10 سنتيمتر عشان تدلنا access. اوكي ونحاول الانسيجن بتاعنا ما يخشش جوه الجوينت، ممكن يعلى شوية بس ما نفتحش الجوينت. نوصل هنا نلاقي ادي الجوينت لاين وادي الفاشيا، واحنا بنكسبوز الويندو بنبقى عايزين ان احنا كمان بنحط فوطة صغيرة علشان خاطر منها ان هي تعمل ريتراكشن وتقلل وتعمل كومبريشن زي هيموستيزس، ومنها كمان ان كل الكيراتينجز اللي احنا هنعمله تبقى فوق الفوطة ونقدر ان احنا نشيلها. فاحنا بنكسبوز الحته بتاعت الويندو ونحط ايه؟ ونحط شاشه صغيره سبتريوستيال، اهم حاجه ان احنا نبقى هنا سبتريوستيال. ده الخمسه سنتي اخر الويندو اللي احنا هنعمله، ولازم الويندو يبقى بطول الليجن كلها، ما نعملش حاجه صغيره، يمشي كده ويبقى ريكتانجل يخلينا ناكسس كل الليجن لغايه فوق، يبقى الويندو اللي هنعمله ريكتانجل طويل تحت الجوينت مثلا بنص سنتي لغايه 5 سنتي بالمنظر ده. لما نيجي نفتح الويندو ما ينفعش ان احنا نفتح الويندو باوستيوتوم وهامر، الا ممكن ان احنا نكسر العظم، فاحسن حاجه ان احنا نفتحه بمنشار. زي ما اتفقنا لازم الويندو يبقى كبير ما يكفي بطول الليجن علشان خاطر يدينا اكسس ان احنا نشوف الليجن كلها. احنا ايه فتحنا الويندو باكسس
كويس ان احنا نقدر نعمل فيه الايه الكيراتيج. نشيل الويندو يبقى كده قدامنا الليجن باينه. ممكن نوسع الليجن الويندو بعد كده لو حبينا سنتي تحت او سنتي فوق على حسب اللي هنحتاج. يبقى علشان احنا اول خطوه اول ما نفتح ده عشان نقلل البليدنج، ما ينفعش ان احنا نكحت كده شويه بشويه. احسن حاجه ان انت تخش بمعلقه الكحت وتخش اكنك بتاخد بتجيب الوول كله، بحيث ان انت كل الكيراتينجز اللي انت هتعملها ان انت تحاول ان انت تطلعها كلها كوان بلوك. يبقى معلقه الكحت بتخش ايه اكنك بتقشر كل البتاع من جوه، بحيث ان انت تطلعها كل الكيراتينجز اللي جوه اكنه وان بيس بالمنظر ده. ده يوفر عليك بلاد لوس ويوفر عليك كمان مجهود. يبقى احنا كده زي ما انتم شايفين حاجات بتطلع على الايه على الشاشه. يبقى دي اول حاجه احنا بنعملها تكحت الول كده من داير لداير، وايه وطبعا تبقى فيري جنتل في الكحت. كل اللي احنا بنعمله بمعلقه الكحت ده اسمه ايه سيمبل كيراتيج. شايفين النيتشر بتاع التيشوز بتاعت الجاينت سيل تيومر، بريني براون تيشو فيها يلوش ساعات ديسكالوريشن على حسب الزنتوماتس تيشوز اللي موجوده، انما اتس تيبيكال جاينت سيل تيومر. كل اللي بيعمله معلقه الكحت دي اول ستيب في الكيراتيج، ان انت جاست كيرات الول. والكيراتيج بيبقى فيرم بس نوت هارد، يعني فيرم ان هو يكحت في الولز بس نوت هارد تو بريك ذا وولز، لان جزء كبير قوي من الولز بيبقى ويك، وبالتالي ممكن ان ايه ان هو يكسر. يبقى احنا كل اللي بنعمله دلوقتي ان احنا بس بمعلقه الكحت الكبيره وي ار كيراتنج ذا وولز. طبعا ما احناش شايفين بليدنج عشان التورنيكيه، لو احنا مش حاطين تورنيكيه هيبقى فيه واحنا بنعمل كيراتج تبقى حاجه بس كده هتكر اكتر من كده بكتير. احنا الويندو لما فتحناه ادانا اكسبوجر للكافيتي، لكن ممكن نحتاج نكبر الويندو بس دلوقتي واحنا شايفين، يعني انت معلقه الكحت في باكت هنا لغايه تحت ممكن ما نبقاش شايفينه، حاسينه انما مش شايفينه، حوالي سنتي لتحت. لفوق لا، احنا واصلين لاخر الليجن، وبالتالي we might increase the window طولا distally عشان نبقى شايفين كويس، مش بس كفاية الايه الاحساس. نبلر يبقى كده الول ادانا اكسس كويس قوي لكل الكابل. دايما الريكرنس بيحصل في الكورنر، وبالتالي دي اكتر حاجه لازم نهتم بيها في الكيراتج. كده احنا خلاص ده اخر الول هنا وده اخر الول هنا، وبس بالنظر نقدر نشوف كل الكافيتي جوه، وبالتالي نعرف نكحتها واحنا شايفينها كده. بعد استخدام معلقه الكحت الكبيره نستخدم معلقه كحت صغيره او معلقه كحت المشرشره، دي هتكحت لنا اكتر. ودايما نفكر في الكافيتي ان هي لها 6 وولز، سوبيريور او انتيريور وول هنا على التيبيا، ديستل و بوستيريور وول و بروكسيمال اللي هو السبكوندريال.
او اللي تحت الايه الجوينتس على طول. يبقى دايما بنراجع نفسينا ونتاكد ان احنا كحتنا كل الهولز. مع الكحت نبتدي بقى نفلاش بسلاين سرنجة سلاين. اوكي نحط السن ممكن ان احنا نستخدم جات سلاين لانه بيدسلج التيشو ونجيب السرنجة نقطم السن بتاعها بالمنظر ده وبالتالي نقدر ان احنا نستخدم جات وقت المنظر ده يبقى من ان هو بيدسلج التيشو وبيعمل لنا كمان ميرنج لكل التيشو اللي بنجيبه علشان نبقى شايفين كويس. قبل ما نعمل الهاي سيد بيرث بعد كده هنستخدم الهاي سيد بيرث ونبتدي نعمل الول بالترتيب. يعني هنا هنبتدي بالدست الول وبعدين بعد كده السوتيريال وهكذا بالترتيب كل الولز لغاية لما نخلصها واحنا under vision. دي الكافيتي بعد لما احنا خلصنا البير وبعد كده هنحط مية اكسجين which is hemostatic وفي نفس الوقت very weak adjuvant ما نقدرش نعتمد على مية الاكسجين بس انا بحب احطها تبقى بدل ما نحطه في ليكويد احطه في سبونج بحيث ان هو اقدر احطه وقت اطول نسيبه اراوند 1 اور 2 مينتس بمايه الاكسجين بعد كده بنشيل الشاشه وبنغسل ثرلي بقى بايه بالسلايد سلايد بنبتدي نشوف بقى ده الول اللي موجوده دي الولز بتاعت الكافيتي هل الكونتريت ده هيحتاج ل انترنال فيكسيشن ولا مش هيحتاج. دي اول نقطه في الحالة دي هو مش هيحتاج السمول ديفكت واللاترال كورتكس والانتيريور كورتكس كلهم انت فهنبقى بس بنحط سمنت. حاجة تانية اللي من اساس في الحالة دي ان احنا بنبص نشوف اذا كان السب كوندرال بول انتاكت ولا ديفويد. لو لقينا شايفين كارتلج من تحت يبقى بنحتاج ان احنا نحط جرافت تحت الجوينت. لو اللي هو انتاكت يبقى ساعتها بنحط السمنت دايركت. في الحاله دي السب كوندرال بون هنا انتاكت بنفك الول بعد كده في سبونج علشان يبقى دراي قبل ما بنحط الايه السمنت. يوجوالي لو الكافيتي هتاخد شاشه صغيره او شاشتين يبقى 1 باك اوف سمنت بيبقى كفاية. لما بنغسل سمنت بنستنى ان هو يبقى لون ما بنحطوش هو فلود نحطه بنستنى ان هو ينشف شوية علشان خاطر نقدر ان احنا نفاك بيه الادجز من غير ما يبروتروز ونقدر نتحكم فيه احسن. السمنت بناخده على سمول بيسز ناخد سمول بيس الاول كده
اوكي تول شيل الشاشتين. ودايما لما بنبتدي نحط السمنت نحط حاجة صغيرة الاول، تيجي الاول بانترا ميدالري عشان يبقى ضمننا ان هو نزل في المدلة، وبالتالي ما عملناش ستريس رايزر. وبعدين نبتدي نفرشه على الوولز بتاعت الكافيتي بالمنظر ده بوستيرير، وبعدين نحط حتة صغيرة تحت الجوينت لاين. ليه بنستخدم حاجات صغيرة ما نحطوش كله مرة واحدة؟ عشان نقدر ان احنا ندوس بصوابعنا ونملى الكافيتيز اللي هي تحت الجوينت. حطيناه كله كوان بيس مش هنقدر ان احنا نعمل كده. الاول ان احنا بالمنظر ده كده، وبعد لما نطمن ان كل الوولز بقت محطوط فيها سمنت نبتدي نحط بقية السمنت نملى بيه الكافيتي. طبعا you have to form to inform the anesthetist ان ايه ان احنا بنحط سمنت. ولما بنكمل filling of the defect بنجيب detector او ماكدونالدز نشيل كل الاكسس سمنت، المفروض ان هو يبقى بارز من الوول اللي احنا من الويندو اللي احنا عاملينه. ونحط في دماغنا برضو ان هو السمنت لما بينشف بيبقى كونفكت، وبالتالي احنا لما نيجي نحطه لازم نعمله كونكيف بحيث ان هو لما ينشف يبقى بس فلاش مع الوول. اتاكد ان هو ما هوش بارز. ساعات السمنت بروجكشن دي ممكن تضايق المريض اكتر من الايه من التيومر نفسه، هي لو هي بتحط في تندن او بتحط في تحت الجلد ممكن ان هي تبقى فيري انوينج، وبالتالي نحب دايما ان هي تبقى فلاش مع الويندو. بعد لما نكمبرس فور 2 مينتس بنشيل بقى ونشوف اذا كان في اي بليدنج ولا لا. نستنى شويه، ساعات في الاول ما بيبقاش في بليدنج، لو استنينا شويه ممكن نلاقي، بس الاحسن دايما نفك التورنيكيه قبل ما نقفل. تلاين لو سمحتي. لو لاحظتوا هتلاقوا ان احنا في الاخر في الكيراتس نفس الطريقه اللي بنعمل بيها البيوبسي، يبقى الكونتامينيشن مفيش اي كومبارتمنت، لا الانتيريور كومبارتمنت كونتامينيتد ولا البوستيريور كومبارتمنت كونتامينيتد، يبقى كل الكونتامينيشن عندنا في الاريا اللي احنا فتحنا فيها، انما ورا وقدام كله مقفول. تلاين تاني كده اتاكدنا ان هو مفيش اي اوز. وبعدين نبتدي التقفيل، هنقفل اللاير زي ما احنا ايه اتفقنا. واذا برضو لقينا ان الدنيا دراي مش بنحتاج نحط درين، لو حبينا نحط درين بنحطها in line with the incision، فنطلعها just distal to the incision.
التيشوز اللي طلعت دي بنوديها كلها to one pathologist، ما هيش بنقسمها، ما بنبعتش لكل واحد حاجة، بنخدها كلها نبعتها لباثولوجيست واحد وبنحطها بفورمالين مخفف بمية مش بسلاين عشان تشوف مرتبط. أتمنى أن يكون الفيديو ده كان مفيد ليكم، وفي انتظار تعليقاتكم وأي كومنتس أو استفسارات، وإن شاء الله أقدر أرد عليها في أقرب فرصة ممكنة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله يتعلق بأورام العظام.